دايما الجونة بتكون مختلفة، دايما الجونة بتكون مختلفة. كون ان احنا الحياة المهرجان ده اتولد ناجح من اول يوم، من اول دورة ربنا حط ايده فيه كده زي ما تقولي. فما يجي اي حد بفكرة كويسة بستمع له يعني. احلى النجوم وتغطية خاصة جدا. صباح النجوم واحلى النجوم وكذا. كوسي شلبي ونجوم ونجمات الجونة. اللي حصل اول سنة وتاني سنة بنتعلم التحديات، سنة ورا سنة التحديات بتزيد. دي مش دي السنة الثالثة، احنا السنة دي السنة الثالثة ورقم ثلاثة له نصيب الأسد السنة دي في مهرجان الجونة يعني. ودائما للسنة الثالثة احنا نهتم بالسينما الجماهيرية وبالسينما الفنية يعني. أهم مهرجان السينما في الوطن العربي. أحلى النجوم ينقل لكم وقائع المؤتمر الصحفي. الكرامة العالية ولا احنا وارثين واحنا جينا الدنيا لقيناه موجود. برضه انا عايز اقول للاعلام كده ما تختصروش المهرجان ده للفساتين وللمين اللي جه من النجوم الكبار وبس، اكن دي سطحيات يعني. فعاليات واحداث في ارض الجمال الجونة ومهرجان الجونة، انتظرونا.